نجد خير الله فوق ولا تحت؟ ليها آراء مختلفة شوي. لا فوق طبعا. أنا يعني ممكن قوي بتحترم الإنسان وساعات آراءه هي بقالها فترة ما بتقولش كتير زي الأول. الأول كانت النقد كان أكتر. دلوقتي ساكتة شوي. أنا بيعجبني دماغها وأفكارها. إيه الحاجات اللي يعني مش بتوافقيها عليها؟ لا مش بوافق. هي ليها تكنيك معين هي بتحبه في الكتابة. لما بتبقى حاجة في الكتابة مش مظبوطة ما بتقدرش تسكت. يعني هي بتقول الشخصية اللي بعدها ويكس. لا ما أنا ما مش عارفة يعني مش مقتنعة بيه. أولا طبعا وصل. هو هقول لك حاجة هو بيعجب عالم كتير جدا وتشوفي الحفلات بتاعته تلاقيه الناس روس 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 فوق جنب بعض لازقين في بعض. سحرتني ولا سحرتني انما انا النوع ده من الغنى انا ما بفهموش كويس. وبعدين ما اعرفش المره دي طبعا اللي هو لابسه ده كله سينيات خلي بالك. ممكن نرجع نشوف الصورة. انا حسب كمان ما قريت عليها انه سينيه كل ده سينيه فالنتينو والشورت ما اعرفش منين كل دي حاجات سينيه. بس التركيبة يعني هل الطريقة دي طريقة جديدة مثلا ممكن لجذب الانتباه؟ يعني انا بقولك ربنا يوفقه ويحبب في خلقه. انت ممكن تشغلي له اغاني؟ لا مش فاهماه. انا بحب اشغل الحاجه اللي انا بفهمها. خلينا نشوف اللي بعده. غاده عبد الرازق. غاده هقول لك حاجه بقى. غاده عملت كذا مسلسل كانوا حلوين قوي في الاول. اللي كان فيه محكمه مسلسل بعد كده عملته برضه مع محمد سامي عملت حاجتين او ثلاثه. وبعدين لقيتها السنه اللي فاتت عملت حاجه في السوق كده سوق بيبيعوا معرفش ايه فيه وبتاع كده ما كانتش في المستوى بتاع غاده. يعني غاده ممثله كبيره مش اي ممثله. اللي بعده منى زكي. انا قلت وريني اصبعك فين بالاول كده كممثلة بس الفيلم الأخراني ده لا حتقولي لك كده. هي إيه هقول حاجة واحدة بس سوء اختيار. إيه الجريمة اللي عملتها منى؟ مش جريمة. ليه بنقول ليه؟ جريمة؟ ما أنا عاوزة أسألك ليه جريمة؟ فين المشكلة؟ هقول لك أنا يعني ميمي أنتوا ما عاصرتوا أنتوا كنتوا بزمن برضو كان في أعمال وكان في أيوة وميكروجيب وقصير ولبس وقبلات وقبلات ساخنة وغير. هي عملت إحنا ما شفناش حاجة على الفكرة ده إيحاء بس. المشكلة فين؟ اللي الناس واخداه على منى هي عشان منى اللي عملته إنها بنت ديسنت قوي شخصيتها بونبونة كده هي كلها مينيون كده وبتعمل الأدوار اللي بتخش القلب والحاجات اللي انت واخده بالك. فيمكن أنا استغربت شوي مش هو ده اللي أنا متعودة منها. هي حبت تعمل حاجة جديدة واخده بالك. وإحنا في حاجة اسمها طبع وفي حاجة اسمها تطبع. إحنا لينا طبع. هما الأفلام دي عايزين يطبعونا بطبع مش بتاعنا شوية. يعني أنا استغربته شوية. طب اللي كان يتعمل قبل إيه؟ طبعنا ولا كنا عم نطبع؟ إحنا طبعنا لا مش كده. طب الأفلام القديمة أنا بحكي عن الأفلام القديمة كله. طب تعالي قولي لي في إيه؟ ما عاوزة أسألك في إيه؟ في إيه؟ لما بيبقى في موقف مثلا بين راجل وستة وحاجات كده تبص لي مثلا عملوا فنجان قهوة وفرت معرفش القهوة أو ياما الموجة الموجة بتاعت البحر عملت تش كده فتعرفي إن في حاجة في إيحاءات للشيء. لا بس لكن كان في قبلات بلا طيب لا أوكي. في كتير أفلام هنا مفيش قبلات إيه؟ هنا مفيش قبلات مفيش بس في ترابيزة عليها 8 عهات
كلهم فيهم دفوهان. يعني مش مثلا يعني احنا شفنا عمارة يعقوبيان مثلا مش كده؟ اه لقينا في مشكله بتاعت خالد الصاوي دي اللي كان عامل فيها الشخصيه دي خلاص. لكن انت بتتفرجي على بقيه الفيلم، بقيه الفيلم فيه في مليون شخصيه، انما هنا انت قاعده على ترابيزه كلهم مع بعض. لا هي لانه القصه كده، لانه بتصور لك نماذج موجوده معانا بالحياه. طب وانا لازم اجمع كل النماذج دي في حته واحده؟ موضوع الفيلم كده خلاص ما دام عاجبك. اوكي لا مش انا اللي عاجبني، انا عم دافع عن وجهه النظر الثانيه. لا انا بقول يعني انا بتبنى وجهه النظر الثانيه عشان ما اجيب من الاخر، واخده بالك؟ انا بسمي ده سوء اختيار. يعني لو واحدة تانية غير منى عملته كانت يعني الناس تقبلته؟ ما اعرفش، انا ما بتوقعش الحاجات. انا بقول، انا بقول ايه، هي سوء اختيار، لكن هي كممثلة طبعا هي مثلت الدور كما يجب. عملته تمام صح. ليه؟ لان الشخصية كده، هي عملت الشخصية مثلتها مظبوط. بس انا استغربتها بس. مش اكتر يعني. تمام. اللي بعده